محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلحا وآخر جهنم اللهم اجعل أول الرحمة وأشد النعمة وآخر التقوى والمغفرة الحمد لله الذي تاب كل شيء من أمته وذل كل سعي سدها وعن كل ملك وسلم كل شيء بقدرته الحمد لله الذي سكن كل شيء بدوى وأظهر كل تشغل كل شيء بغيره اللهم اهدنا في حمل سعد إليك وجود ربنا تقبل منا فينا ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم وانصرنا على خامنا المفسدين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله على كل شيء قدير وكل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله عليه وسلم محمد